التمريرة، وضع الكرة في الزاوية المستحيلة والصعبة، زاج مباشرة داخل الشبان، قلت إما قذيفة وإما في الزاوية المستحيلة، وضع بزاز الكرة في الزاوية المستحيلة من مرمى الحارس متحزم رغم ارتماءها، ارتماءات متحزم وفرحة أنصار شباب قسنطينة بالهدف الذي جاء بعد جهد جهيد. شباب قسنطينة يتمكن إذن من فتح مجال التهديف بتسديدة قوية من كرة ثابتة من بزاز، وكأنه أصبح اختصاصي هذه الكرات الثابتة بزاز، ويعيد ويبعث الحيوية من جديد في المدرجات، ويعيد الأمل لأنصار شباب قسنطينة الذين يتحركون ككتلة واحدة في المدرجات متجهين بالهدف الذي جاء بعد صعوبة كبيرة وجدها شباب قسنطينة أمام فريق يحسن المفاوضات جدا. إعادة للكرة وللمخالفة ممتازة من بزاز، ضاع في الزاوية الصعبة رغم ارتباء 12، إذن بزاز أمامنا أو متحزن.